هو يعني قبل دخول الاكاديمي اصلا بيبقى فيه زي الاول فتره اختبار جوه اوتيل، وبنبقى كل حاجه بقى. لا المرحله اللي حكاها لنا انا بالنسبه لي كانت مختلفه شويه، لان انا كان الموضوع مرفوض عندي في البيت. فانا اصلا ما رحتش كاستنج. يعني انا كنت هسالك ليه ما قدمتيش في السيزون اللي قبل او اللي قبليه؟ لا انا بصراحه يعني ما كنتش بتابع خالص ستار اكاديمي خالص، وحتى ما كنتش عارفه ايه اللي بيحصل جوه. اللي قال لي لازم تقدمي هو واحد صديقي، وهو اصلا كان في ستار اكاديمي، اسمه محمد سراج. مش لازم نقول اسمه. مش لازم نقول اسمه. لا محمد سراج طبعا كان قاعد في اللجنه برضو، انا موجود على فكره، كان قاعد جاي يسلم عليهم فكان بيرخم عليا وانا في اللجنه. قاعد في اللجنه؟ قول يا حبيبي، قول قول. الله عليك، الله، قول قول. فهو كان بيضحكني بيفكني شويه، ففرقت معايا ان انا كنت طبعا انا شايف بقول لك كانوا بينهاروا وهم خارجين الناس. طبعًا. كنت محتاج حد يهديني، فهو سراج قام بالدور ده. فكره ان قدام لجنه دي مرعبه لوحدها. طب ليه كانوا الاهل يعني رافضين؟ لا يعني انا بتقولي انهم كانوا بيدعموك من الاول هو لا هم شايفين ان دايما يعني البرامج او خصوصا البرنامج ده فيه اختلاط زياده عن اللزوم جدا. وطبعا كاميرات في كل حته، ولاد وبنات، واحنا كمجتمع كمان تقليدي شويه بما ان احنا اقاليم يعني. فالموضوع كان صعب. لا حتى المجتمع اللي مش لازم الاقليمي يعني، عامه مش الاقليمي يعني يعني في يعني عليها جدل. في ناس بتدخل للبرنامج وتطلع والناس واخده صوره حلوه عنها. تطلع ايه ده؟ الناس ما تقدرش تعرف تطلع، مش عارف تعمل ايه، مش عارفه تتحكم في مؤهلك فين. في ناس ما تعرفش تعمل كنترول على نفسها، مستقبلها بيضيع جوه البروجرام. الحمد لله انا يعني كنت قادره، الحمد لله يا رب، ان انا يعني اخد ثقه اهلي وانقل لهم الصوره الحلوه. والحمد لله كان يعني قبل ما بيتقال عني الحمد لله يا رب صوتها حلو، كان بيتقال عني المحترمه، فده اللي كان هيريح اهلي نفسيا كمان. والله لا يعني يمكن من احلى التجارب اللي مريت فيها في حياتي. كده قالوا مين دلوقتي؟ اللهم صل على النبي. مين اللي كان بيقول كده؟ ايوه طبعا. مين افتكرت ان حد بيقول؟ لا هو بيقول ان هو بيشجعها. البنت طبعا.